معركة قادمون قام أبطال جيسون الحر قد دمروا هذه الدبابة بفعل إرادتهم وقوة عزيمتهم في ريف حماش الشرقي. انظروا لهذه الدبابة كيف انقلبت رأسا على عقب بعزيمة أبطال، عزيمة الثوار سائرون إلى درب الحرية لفك الحصار عن أهلهم في مدينة حمص. معركة قادمون، معركة المصير. الله أكبر، هذا هو فعل أبطال جيش سور الحر في ريف حماه الشرقي بعد تحرير 30 قرية ويزيد. إنهم الأبطال في معركة قادمون.